السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي الملف في الانديزاين، عايز حد تاني هشتغل عليه وعايز أعرف ايه التعديلات اللي هو عملها بحيث أوافق عليها أو أرفضها، تمام؟ يعني حد لسه بجربه فهو عمل شوية تعديلات، فأنا عايز أسجل التعديلات دي. باجي هنا من طيب وأقول له هنا track changes وأفعل track changes in current story، تمام؟ هو بقى عدل، مثلا جه هنا بدل اي دي خلاها وي، وبدل جولف دي خليها فوتبول، يعني عدل شوية حاجات. خلي مثلا كتب هنا 1 2 3، هنا داس مسافة، هنا خلى في لغى المسافة ديت وهكذا، تمام. طيب هاجي هنا من اديت بعد ما عملت التعديلات ديت، واروح اديت ان ستور اديتور، بيبدأ بقى يظهر لي الحاجات اللي اتعدلت اهيت، تمام بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اكسبت او ريجكت. اكسبت هتوافق على التعديلات، ريجكت هترفض التعديلات. شوف يا سبحان الله، تمام. وتقدر تتنقل الحاجة اللي بعديها، او ممكن اروح للويندو وهاجي هنا اقول له انا عايز تراك شينجز، وابدا اشوف التعديلات وابدا اوافق عليها او ارفضها. تعديل اقدر اشوفه واقدر اقول له انا موافق عليه او رافض التعديل دوت.